الدكتورة إنغريد ماتيسون أستاذة الأديان بكلية هارتفورد، ولدت ونشأت في مدينة أونتاريو الكندية، ودرست الفلسفة والفنون الجمالية في جامعة ووترلو. اعتنقت ماتيسون الإسلام في آخر سنة من سنوات دراستها الجامعية، وسافرت إلى باكستان عام 1987-1990، حيث عملت مع اللاجئين هناك مدة سنة، وتحصلت على الدكتوراه في الدراسة الإسلامية من جامعة شيكاغو عام 1999-1991. نشأت إنغريد نصرانية ولم تكن متدينة، كانت بداية تفكيرها في الإسلام عن طريق عشقها للفن، حيث تقص الدكتورة إنغريد عن رحلتها إلى كبرى المتاحف في تورونتو ومونتريال وشيكاغو، إلى أن زارت متحف اللوفر في باريس وانبهرت بشدة بفنون الرسم عبر مراحل التاريخ الإنساني. ومن هذا الموقف بدأت إنغريد في رحلتها للتعرف على الإسلام، والتي انتهت بإعلان إسلامها، لتنطلق بعد ذلك في تحصيل العلم ثم تقتحم مجال العمل الدعوي. أنشأت إنغريد أول برنامج ديني إسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2001 تم انتخابها رئيسة للجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية، وتضم الجمعية حوالي 20,000 عضوا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما يتبعها 350 مسجدا ومركزا إسلاميا. وتعد ماتيسون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ الجمعية. Thank you.